ماذا تعني كلمة تانية؟ في اللغة الونا الضعف والخور والفتور والكلال والإعياء، يقال ونا في الأمر يني بالكسر، ونا ونيا أي ضعف فهو وان، وفلان لا يني يفعل كذا أي لا يزال يفعله، وتوانى في حاجته أي قصر. والتواني والونا ضعف البدن والتعب عموما. والميناء مرفأ السفينة سمي بذلك لأن السفن تني فيه أي تفتر عن جريها. وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وقد وردت في الشعر العربي أيضا في قول الأعشى: ولا يدع الحمد أو يشتريه بوشك الفتور ولا بالتوني. وقال جحدر اليمني يصف نسيما لطيفا فاترا: وظهر تنوفة للريح فيها نسيم لا يروع الترب واني.